عرفت ولاية القضارف بأنها منطقة زراعية وتجارية لوقوعها في نطاق المناخ شبه الجاف والرطب الذي يتميز بمواسم أمطار صيفية من يوليو وحتى أكتوبر، إذ تتراوح معدلات الأمطار فيها بين 300 إلى 900 ملم. التربة فيها طينية خصبة ذات قدرة عالية على الاحتفاظ بالماء، قادرة على زيادة الإنتاج من المحاصيل إذا أمكن زيادة محتواها العضوي وتحسين أساليب فلاحتها. الذرة والسمسم هي أهم منتجات القضارف، ويستعد المزارعون في كل خريف حسب قراءاتهم لإنتاج محصولات العام السابق لتلافي المخاطر المادية التي تترتب على فشل المحصول. تحتاج متابعة المحصولات الزراعية لوقت ليس بالقصير، خاصة عندما تكون المساحات كبيرة، فعمليات النظافة غالبا ما تحتاج إلى عمال، فضلا عن المعلومات التي يجب أن يدركها المزارع في حماية المحصول من الآفات الزراعية واستخدام الأنواع الجيدة من التقاوي، حيث يتركز ذلك على محصول الذرة الذي يعتبر المحصول الاستهلاكي الأول. ومع هذا يشكو المزارعون من التكاليف الباهظة المترتبة على الزراعة. منطقة جنوب القضارف مشهورة بالمشاريع الزراعية الكبرى والكميات المقدرة من الأمطار والإنتاج الوفير من المحاصيل. الأسر الصغيرة هنا تساهم بقدر يكفي لتوفير الغذاء في المناطق القريبة من القرى وأماكن الاستقرار. ويعتبر اتحاد مزارعي جنوب القضارف الذي أنشأ في العام 55 و900 ألف داعما أساسيا لجهود المزارعين ومساعدتهم لتجاوز العقبات مع السلطات المحلية. سوق المحاصيل واحد من الأسواق التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، ويغطي في المقام الأول الحاجة المحلية للولاية بمختلف أنواع المحاصيل الزراعية، ويتوافد إليه المزارعون من المناطق البعيدة بنقل محصولاتهم إلى هذا السوق باعتباره مركزا تجاريا مهما. صومعة القضارف التي أنشأت في العام 65 و900 ألف سعتها التخزينية 100 ألف طن، فيما تبلغ الطاقة التخزينية لصومعة البنك السوداني الفرنسي التي أنشأت في العام 99 وألف 400 ألف طن. صممت جميعها لتخزين الحبوب وخاصة الذرة على أسس علمية صحيحة ولحفظ المخزون الاستراتيجي والمحافظة على مستوى العرض والطلب ونظافة وتبخير المحصولات وحمايتها من الآفات، بما لديها من غرابيل وأجهزة فرز ووحدات تعبئة آلية. غير أن الهاجس الذي يؤرق المزارعين واتحاداتهم ووزارة الزراعة ما زال قائما، وهو إيجاد آلية مناسبة لتسويق هذه المحصولات. كلية الزراعة بجامعة القضارف ربما تكون واحدة من المحاولات الجادة لدراسة الاقتصاد الزراعي برؤية توازن بين الاحتياجات والمتطلبات.